فوق ايديها بحنا روحنا فيها وارضنا هم دول ولادنا وهي دي بلدنا من جدود جدودنا بنحبها يلا نعلى بيها ابنا فوق ايديها بحنا روحنا فيها وارضنا هم دول ولادنا وهي دي بلدنا من جدود جدودنا بنحبها يلا نعلى بيها ابنا فوق ايديها نحن رحنا فيها وقرطها. النهارده عاملين رؤيه للابداع تكتل مع 20 دولة على مستوى العالم، شيء رائع جدا ان يطمنوا الناس من خلال وجبة، من خلال مش بقولك لو ست عايزة تحافظ على رجلها تخلي بالها من معدته، تخيل بقى احنا بنخلي بالنا من الوطن كله من بعض الشعوب واطلالة حقيقية بشكل متميز. يعني رؤية انا سعيد بها جدا، فكرة لطيفة وتكتل منهم مرموق، حاجة تفرحك بولادك. انا سعيد جدا ومشاركتي هتبقى ايجابية يمكن بشكل هغني أغنية عن الوطن بالإنجليش كمان عشان دي اللغة اللي الواحد بشكر الشركة المنظمة طبعا لدعوتهم، لان عارفين ان انا مهتم وزواق في التيست بالذات، انا مهتم جدا بحب الاكل قوي، بس يعني كذا من الناس المسؤولة عن الوجبات الجديدة بتجيب الفنانين دلوقتي زي الاهتمام بالإيفنت، مش بس الإيفنت بشكل عام، لا اللي هو المذاق، الترتيب، العلبة، اللفة، يعني كجماليات، يعني اللمسة الأخيرة يعني للفنان، ودي شيء رائع جدا وفخور بها انك انت يعني نموذج من رجع تاني القدوة، من رجع تاني القدوة للأحسن. ارسم عالم وسط العالم حط مسح أرض الكرم أرض الهرم أجمل بلد هي مصر هي مصر وإن شاء الله نتكتل ومصر الجديدة جاية بكل خير والله العظيم. أنا عالمنا ده حيرفرف خفاق في كل العالم، لأن الناس كتير قوي مدركة يعني إيه، خلاص دلوقتي عارفين مين العدو، يعني الحمد لله رب العالمين، الغدر، الخسة، ده مش طبع، ما فيش مش طبع لا المصريين ولا أي حد في العالم. القلوب الجميلة بتلتقي والعقول القادرة على العطاء بتدي، وإن شاء الله كلنا هنفرح بده، لأن لازم يعود على المواطن ويحس إن في ناس بتشتغل بجد عشان إسعاد المجتمع كله. لأن شهر يناير هيبقى فيه انطلاقة حقيقية، لأن احنا تقريبا خلاص الفيلم لافين كايرو، نعمل دوبلاج بتاع الفيلم، هسافر مومباي إن شاء الله لأن أنا أول مطرب عربي في السينما الهندية، عشان الفيلم إن شاء الله هيبقى تقريبا على الربيع بإذن الله.